السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أدوات الكروشيه والتريكو. لطلب أي منتج من المنتجات اللي احنا بنشرحها أو أي منتج من على صفحتنا، الاتصال ب010-23-53-60-48. وهفكركم احنا بنبيع المنتج ده اونلاين، وكان في فيديو شرحت لكم محتويات المكنة دي وعرفتكم هي بيجي معاها ايه وعشان تشتغلوا بيها. النهاردة هنشتغل الشغل المفتوح على مكنة تريبو. احنا بيفضل نستخدم خيوط رفيعة او خيوط وسط. هنجرب معاكم النهاردة الشغل المفتوح بخيط اليزا. اوكي، دي الورقة بتاعته، اتمنى تكون واضحة. اوكي، وانا احاول ممكن ادور على صور للماركة دي واحطها لكم تبقى اوضح. هنشتغل الشغل المفتوح. هنشتغل الشغل المفتوح. لبداية أي عمل بنبدأ من من السن الأبيض، وهي 40 سن. بنبدأ من السن الأبيض. الناس اللي بتفك معاهم الشغل يركزوا جدا في طريقة العمل، وهقربها. نشتغل على سن ونسيب سن، نشتغل على سن ونسيب سن. واحد امامي، واحد الخيط امام خلف، امام خلف، امام خلف. ممكن دي تبقى اوضح شوية. الخيط اهو، مرة امام ومرة خلف السن. الخيط اهو، مرة امام، الامام جوه السن هنا اهو، مرة خلف، مرة امام، مرة خلف. احنا بنسيب في الشغل المفتوح من 4 لـ5 سنون. نيجي عند اخر سن ونركب الخيط بتاعنا. كده وصلنا عند اخر سن. التركه بقى كلها فين؟ كم مره قلناها؟ في العمود ده، الجزء ده لازم الخيط يبقى نازل تحتيه، ده اللي مش هيخلي الشغل يفك. احنا المفروض احنين، 3 4. الجزء ده لو ظبطناه ده سر الشغل المفتوح. لو ظبطناه وركزنا فيها لغاية ما تظبط ايدينا، الشغل المفتوح هيبقى بالنسبة لنا سهل. بصوا نزلت اهي. بس دي اهم حاجة ان الخيط ينزل فيها. هي اول فترة بتبقى تحس ان هو الخيط مشدود، فانت تنزليه هنا اهو، اهو نزل خلاص هنا اهو. اطمنت ان الخيط بتاعي نازل هنا اهو، الحته اللي بعد اخر ده اخر سن. ومن ضمن الاسباب اللي قلت لكم ان الخيط بيبقى الشغل ميبقاش كويس، لازم امسك ايدي كده، حرف اعمل ايدي حرف اليو والخيط، واعمل ايدي منظمه خيط.
ساعات من ضمن الاسباب برضك اللي بتخلي الخيط يفلت ان الخيط بتاعي ما يبقاش ورا السنين دول نجيبهم هنا فاضيين. السنين دول الخيط بتاعي المفروض يبقى وراهم كده اهو. المفروض ان ده الشغل المفتوح، ان انا هكمل الشغل بالمكنة بالمفتوح لغاية ما اوصل للطول او عدد الغرز اللي انا عايزاها.